السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنهضر لكم على واحد المشكل كيكون في الشفويات ديال الضو. الناس ما كيعرفوش بزاف هذا المشكل هذا اللي هو ان الشفو ديال الضو تقدر تكون فيه واحد لاماس كضرب نتا الضو. الانسان خصو يرد معها البال، يعني كتكون انت مركب البريز يعني فيه لاطير، ولكن واخا فيه لاطير ما خداماش. ولكن ملي كتجي تقلب مثلا هنا كنجيبو مثلا طورنوفيس بحال هذا تيستور وكنحطوه، انتما كتشوفوا انتما شوفوا معايا هنا انتما كتشوفوا هو كيشعل، يعني كاين لاماس، يعني ملي كتقيس هنا كيضرب الضو وفي كيولي في اي بلاصه في البرونشمون كيضرب الضو. انتما غتشوفوا معنا هنا عاوتاني هادي برونشمون اخرى، كيفاش هانتوما كتشوفو. شتو دابا البرونشمون كاملة في الدار فيها الضو، يعني اي واحد كيمشي يغسل يدو بالماء سخون كيقدر يقيسو الضو، كيحسب واحد لاماس ديال الضو. لهذا انا كنصحكم انكم تشوفو ديرو واحد ديفيرونسيال اللي كيكون في جنب الشوفو، ودو تحاولو دوزو واحد السلك، مثلا دوز واحد الخيط ديال الضو ديال ان 5 يدوز من هنا يشد هنايا، حاول يشد في هاد الشبيك هاد الكرياج ديال الحيط باش شوية تنقص لاماس. ردوا البال هاد المسائل هادو كتكون خطيرة على الصحة ديالكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع، وشكرا لكم.